بكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بحلقة جديدة من مسابقة شهر الغفران، واليوم حلقة جديدة وأسئلة جديدة، واليوم مسابقة شهر الغفران بحلته الجديدة. معانا لكم أسئلة، بس في البداية راح نستعرض سؤال الجمهور لحلقة يوم أمس، وسؤال الجمهور لحلقة يوم أمس كان يقول: ما هو أهم منتج اشتهرت به مدينة الشحر قديما ونسب إلى اسمها؟ والإجابة هي كالتالي، الإجابة قدامكم على الشاشة: اللبان. اللبان هو المنتج الذي اشتهرت به مدينة الشحر، ونسب اسمها أو نسب هذا اللبان إلى اسم مدينة الشحر، أو لبان الشحري هو اللبان الذي نسب إلى مدينة الشحر. والفائز معنا أو الفائز معنا في هذا السؤال هو الفائز معنا في سؤال الجمهور معروف عبد الله بن ناصر. ألف مبروك يا معروف، فزت معنا في سؤال الجمهور. كل ما عليك إنك تتوجه إلى فرع مجوهرات بمسلم يوم غد إن شاء الله، كما دل وقت تروح لهناك تسلم جائزتك، وإن شاء الله يعني تستمتع بالجائزة، وعلى قول ذاك من العايدين تو مقدما. مشاهدينا الكرام، الأسئلة موجودة، بس كل ما عليكم إنك تتصل على رقم البرنامج اللي قدامك على الشاشة 337895. مسابقة شهر الغفران براعيه الرسمي مجوهرات بمسلم، الاسم اللامع الذي يستحق الثقة. واليوم حلقة جديدة ونستقبل اتصالاتكم، وأول اتصال نقول السلام عليكم. يا هلا ومرحبا، من معي؟ صفاء عمر دريقان. صفاء عمر دريقان، جاهزة معنا يا صفاء؟ إن شاء الله. سؤالك يقول، السؤال يقول لك يا صفاء: ما هي الصلاة التي لا نوافل قبلية ولا بعدية لها؟ السؤال؟ ما هي الصلاة التي لا نوافل لها، لا قبلية ولا بعدية؟ سيارة. صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة الفجر. ساعدني. إنما نعرف الإجابة. كهربا طافي. طيب، يقول لك هل صلاة العصر أم صلاة المغرب أم صلاة الفجر؟ المغرب. ثبتي على واحدة منهم، هل صلاة العصر أم صلاة المغرب أم صلاة الفجر؟ العصر. العصر، ثبت عليها صفاء؟ إن شاء الله. صفاء تقول العصر، والإجابة يا كنترول، الإجابة صحيحة. شكرا للمشاركة. مشاهدينا الكرام، الرقم قدامكم على الشاشة يقول، السؤال يقول: ما هي السبع المثاني في القرآن؟ ما هي السبع المثاني في القرآن؟ في القرآن الكريم هناك حاجة تسمى بالسبع المثاني، إيش هي؟ خيارات. أعطيك خيارات: سورة الفتح أم سورة الفاتحة أم سورة التوبة؟ سورة الفتح. الفتح أم الفاتحة؟ الفاتحة. نثبت على الفاتحة. ثبت. الفاتحة ويا كنترول، خلينا نشوف الإجابة. الفاتحة، والإجابة صحيحة. شكرا للمشاركة. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل النهائي، واليوم الأسامي موجودة معنا هنا، ومن يترى اليوم اللي راح يكون سعيد الحظ معنا من المتصلين في هذه الحلقة. في كل حلقة نعلن عن الفائزين، ومن ثم سؤال الجمهور لهذه الحلقة: من يترى اليوم اللي راح يفوز؟ هل هو أنت أم أنتي؟ هنا السؤال، والأسامي موجودة هنا في داخل هذه القصعة، راح نعمل لفة ونطلع الفائز. والمتصل الأول، من يا ترى؟ اسمها فاطمة، وكثير من الفاطمات اليوم شاركوا معنا، لكن من هي بالضبط اليوم اللي راح تكون سعيدة حظ في حلقة اليوم؟ فاطمة فائز بن سعيدان. فاطمة فائز بن سعيدان هي الفائزة معنا والرابحة معنا في هذه الحلقة، ألف مبروك يا فاطمة. هذه هي المتصلة الأولى، ومن يترى السعيد الحظ الثاني معنا يا ترى؟ نعمل لفة
ونطلع اسم عشوائي وطلع معي اسمين. طيب نعمل لك مرة ثانية، ومتصل، من يا ترى هذا المتصل؟ جميل جدا. اسم جديد ومتسابقة جديدة في البرنامج اليوم، هي رابحة معنا. اسمها سعاد وهي سعيدة الحظ. سعاد عمر با مسعود، ألف مبروك يا سعاد، فزت معنا بجائزة مقدمة من راعي هذا البرنامج جوهرات بمسلم، الاسم اللامع الذي يستحق الثقة في عالم المجوهرات. الفائزتان معنا اليوم هي فاطمة فائز بن سعدان وسعاد عمر با مسعود، هما سعيدتا الحظ اليوم في هذه الحلقة. سؤال الجمهور يقول، خلينا نشوف السؤال ايش يقول. سؤال الجمهور يقول لكم: من الذي قام ببناء حصن حورة التاريخي؟ من الذي قام ببناء حصن حورة التاريخي؟ من يا ترى يستطيع الإجابة على هذا السؤال عبر تطبيق الواتساب، الرقم التالي اللي قدامكم للمشاركة، أرسل الإجابة الصحيحة مع الاسم الثلاثي على الواتساب 775155941 هو الرقم المطلوب إرسال الإجابات عليه، ويشترط أنك تكون مشترك في جروبات قناة عاد. إذا ما أنت مضاف أي جروب من جروبات عاد، سهل، أرسل لهم رسالة وقل لهم وين الرابط حق الجروب، وعلى طول راح يصل لك الرابط. ومشاهدين الكرام، إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، طيبتم وطاب مساءكم، في أمان الله وحفظه. هشام العماني من برنامج مسابقة شهر الغفران، تحياتي لكم.